هاي واتس اب اشلي مسيو بيب عامله ايه؟ نسيتو تمام. ايه كايرو عامله ازاي؟ انت مش متخيل كايرو زحمه زحمه زحمه. اشلي طمنيني جبت الحاجه؟ حاجه ايه يا عمي؟ راحت سكور ما تقولها الهدايا، ما احنا عارفين ان راحت تجيب هدايا. طيب البضاعه وصلت. ايه جبت الحاجه والبضاعه؟ دي محشيه. لا 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 دي دبدبي عاديه محشيه قطن. شور شور هدرس روح جيب بقى الهدايا من بره. طب بالاذن تعالى هنا. ايه اللي في ظهرك ده؟ او ماي جاد ده عيب خلقي؟ لا ده حيل. يا حرام. يعني انت جدتك من مامتك عندها نفس التكوين؟ لا انا بس. ايه الهبل ده؟ انتوا ازاي صدعتوه؟ هو في حلب؟ ايه تضحك يا احبل؟ تسرقني انا؟ تسرق الراجل اللي عملك وبنيك؟ الحكايه عمرها ما كانت شعر اصفر او لبس كاتشي او انك طول الوقت تقلدني وتعمل. لا لا الحكايه من جوه. عاوز تقلدني قلدني جو اهيد، بس قلدني في الخير في السلام في الوئام. انا بجد مصدوم فيك. امشي من وشي في يوم الدين. هاتوس ويت. ايوه اوعدك لو اتغيرت بجد من جوه الدبدوب ده هيبقى ملكك. اوعدك هتغير. كلام رخيص كلام رخيص قوي يا هدرس. انا عايز اشوف حاجه عملي. لحد اليوم ده ما اشوفش وشك تاني. امشي. طب كل سمحتك امشي. يا جماعه احنا عايزين نخلص موضوع المحل ده بسرعه. معاك حق. الفالنتاين كمان اسبوع، لازم نلحق نرص الحاجات دي في المحل عشان الناس تلحق تختار هداياها. انت جبتي حاجه للبوي فريند بتاعك اسمه ايه؟ توماس فوكس اسمه ايه؟ لوكس. anyway جبتي له ايه؟ عشان هو برج الاسد فجبت له ورد وشوكليت واسد لعبه. ده باين ان هما جوز هبل. نعم ده قصدي توماس وهدرس. بعدين تعالي هنا. برج الاسد ازاي؟ انا شفته ده اخره في الابراج الصيني، برج الجمبري، برج البورس. حرام عليك ده كل حاجه فيه اسد، شخصيته حركته مشيته ديله. بقول لك ايه، انا بجد يعني نفسيتي تعبت من اللي عملته في هدرس. هو انا قصيت عليه بزياده؟ بص بقى بصراحه يعني احنا كان لازم نسلمه للكبير يمسكه السلك عريان. هو ماله؟ هو تلاقيه يعني ضحيه بيئته، يعني اتولد في عيله مثلا واطيه، اتعلم حاجات زباله من ابوه، يعني مش بايده. طب خلاص ما دام انت شايف كده روح صالحه. معاك حق، وبرضه الحقه يمكن يكون مخبي بطوط في كلسونه. هدرس What a beautiful day. السلام عليكم يا جناب العمدة. وعليكم السلام. ها في حاجة في دماغك معينة ولا تحب تاخد فكرة؟ يعني عايز حاجة على ذوقك. طب أنت ستايلك إيه؟ إسهال. إيه القرف ده؟ بقول لك ستايلك إيه مش عندك إيه؟ إسهال إسهال جنابك، يعني لو ألاقي عندك دوس فلافيل أي حاجة تانية. هي مش دي أجزخانة برضك؟ أجزخانة إزاي؟ الأجزخانة العلامة بتاعتها معروفة، تعبان عنده هانج أوفر وبيرجع في حوض أو في كاس. فين هنا بقى؟ فين العلامة هنا؟ كل الدباديب دي شايفها جزخانة ازاي؟ ومن المكان ده ايه طيب؟ جفت شوب. عيد الحب كل سنة وانت طيب. جفت ايه وبتاع ايه؟ وبعدين احنا فين والعيد فين يا بيه؟ يا بني ادم انت 14/2 ده عيد الحب، يعني كمان كام يوم لازم كل راجل من اهل البلد يجي هنا علشان يشتري هدية دبدوب ورد لمراته علشان يعبر ليها عن حبه في عيد الحب. يعني بدل ما ادخل على العلب بشوية فاكهة ولا ادخل على وليه بكيلو لحمة كلها بدبدوب. يا راجل عيب عيب. انا اقول لك نصيحه واحده لوجه الله، اقفل المخروبه دي، انت مش عيل صغير. لا حول ولا قوه الا بالله. كئيب موت. بيوتيفول داي فور ريل. خلاص بقى يا جوني كابني. معلش خلاص لازم دلوقتي نركز علشان زمان الناس هيخلصوا شغلهم ويجوا على هنا اكيد علشان ياخدوا الدباديب بتاعتهم. سو ويرد سو ويرد. يا ريتنا كنا فتحنا محل كشري. مفيش حد هنا فاهم يعني ايه فالنتاين، واستحاله يفهمه ولا حتى بعد 100 سنه. ليسن جوني، المحل بجد تحفه، بس احنا محتاجين نكثف الدعايه بتاعتنا. ازاي؟ عاوز اسالكوا سؤال مفاجئ جدا بس تردوا عليه بسرعه من غير ما تفكروا. ينفع تعيش من غير حب؟ لو جوزك مش طايق خلقتك يبقى عايزك تدلعيه. لو مراتك بتنفض لك وكل ما تنده لها تطري لك يبقى ناقصها رومانسيه. الفالنتاين هو فرصتكم. لو كنتوا فاكرين ان الرومانسيه في الافلام بس تبقوا غلطانين جدي. مع جوني جيفت شوب
الافلام دي هتبقى حقيقه. هديه لمراتك هتغير حياتك. والله العمده سكر قوي. قال لي ايه عيد نجيب هدايا لحريمنا. يا نهار اسود، يعني انا اعود البيت وفي يدي دبدوبه؟ ده كانت العيال تزفني. ايوه، امسك دبدوبه وشويه شويه طول شعري وبعد كده حط احمر وابشط رقص. غور جبري لم العفش. فكري في الراجل بتاعك وهيبقى خاتم في صباعك. جوني جيف تشوب، افكار مترقعه ورومانسيه مولعه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اللي قول لي يا كبير، هو ايه الفالنتاين ده؟ هي شوطه في البلد ولا ايه؟ ده عاشر حد يسالني عن الزفت ده. الفالنتاين ده تجليعه من تجليع الامريكان وبنونا بيها. شوف يا هدي، الفالنتاين ده الناس بتصحى فيه الصبح يلبسوا استغفر الله العظيم ويقعدوا يتمايصوا على بعض طول اليوم ويبعثوا لبعض اس ام اس كلها استغفر الله العظيم. وبعد كده ينزلوا يشتروا بتاع كده استغفر الله العظيم ويلفوها. باه. واخرة الليل يتلموا مع بعض ويعملوا استغفر الله العظيم. واه، استغفر الله العظيم. في ايه يا هديه؟ انت قلقتيني بالمسج اللي انت بعتيها دي. دلوقتي انا عاوزه اسالك سؤال. اتفضلي. ايه الفالنتاين ده؟ طب ومطيه صوتك ليه يا هديه؟ احسن استغفر الله العظيم تطلع حاجه حرام ولا حاجه. لا طبعا مش حرام. شش، وطي حسك بلاش فضايح. فضايح ايه بس؟ يا هديه الفالنتاين ده يعني عيد الحب. عيد الحب يا هديه. طب انا فهمتك دي من التلفزيون، بس الكبير قال لي ان هي حاجه استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم ايه بس؟ ده يوم بيحتفل بيه الراجل والست حبهم، يعني بيقولوا كلمتين حلوين لبعض، بيتعشوا عشوه حلوه كده يعني. طب انا الكبير عمره ما عمل معايا الحاجات دي. لانك اكيد مش بتحاولي تحسسيه بمشاعرك دي. لازم توصلي له مشاعرك دي بحاجات كتير زي الهديه مثلا. ده انت حتى اسمك هديه. هو لازم الموضوع الهديه ده؟ طب ما ينفعش ندي لبعض فلوس؟ فلوس هي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الكبير جه معاك يا فزاع؟ لا ما جاش، لكن بعتني أجيب له طلقة من المكتب عشان الطلق اللي معاه خلص. طب اطلع، هتلقى الطلقة في الجردة التحتاني. أمر جنابي. ها قولي. بصي يا هدية، الهدية دي بتعبر عن الحب، ومهما تكون الهدية بسيطة بتكون في عيون الرجل والست حاجة كبيرة جدا. مالك يا واد مبومك ده؟ ايوه يا ست هدية. بتعمليها عنديك؟ بجيب المنجة للمنجي. منجتي؟ انت مش جاي لي طالع تجيب طلق؟ ايوه بلا بلا ماخده، قصدي الطلق. الطلق يا ست الناس، الطلق. قال منجة، قال احنا فين والمنجة فين؟ قوم يا تفز. امر جلالك.